الآن مشاهدينا ينضم إلينا السيد سمير صالحة الباحث السياسي من اسطنبول. أهلا وسهلا بك سيد صالحة. نود الحديث عن مسار المفاوضات الذي تتحضر أنقرة لأن تكون راعية له. هل يصح التفاؤل بهذا اللقاء سيد سمير؟ هو ليس اللقاء المباشر الأول بين الطرفين، ما الذي يعني يعول عليه هذه المرة؟ صحيح، مساء الخير للجميع. أولا النقطة الأولى برأيي الإيجابية قد تكون هي أنه كلا الطرفين، طرفي النزاع، قرر دعم المبادرة التركية، هذا التحرك التركي الجديد. هذا يعني أنه في رغبة مشتركة بالذهاب إلى طاولة الحوار استكمالا لمحادثات بدأت في بيلاروسيا في الآونة الأخيرة. الآن هذا التحرك التركي ربما يعني في أكثر من سيناريو يناقش الآن في تركيا. طاولة المحادثات فيها ثلاث مسائل أساسية: الشق الأمني، الشق العسكري، والشق السياسي. في أكثر من اقتراح قدم ونوقش حتى الآن. يبدو أنه الرغبة التركية هي بدمج كل هذه المقترحات والخروج فيها على شكل سلة واحدة، فيها كما قلت لك قبل قليل المسائل الأمنية والعسكرية والسياسية أيضا، لأن الفصل بين الملفات فقط التركيز على مسألة وقف إطلاق النار أو تسهيل الممرات الإنسانية برأيي لن تكون كافية كضمانة باستمرار المحادثات في المرحلة المقبلة. يعني أنا أظن أن الجهود التركية تنصب الآن على دمج كل الملفات والذهاب نحو خريطة طريق تجمع كل هذه المسائل. المتحدث باسم الرئاسة التركية السيد قالين كان يقول بأن هناك ملفات شائكة تعرقل التواصل الاتفاق بين الطرفين. هل يعني نحن مطلعون أو هناك حديث عن طبيعة هذه الملفات الشائكة؟ أي ملف بالتحديد؟ هل ملف الحياد وتفصيل الحياد هو الملف الأكثر تعقيدا في هذه المفاوضات؟ كلا الطرفين عنده بعض المطالب وبعض الشروط أيضا في الحديث، في الذهاب إلى الحوار الحقيقي. الهدف أظن التركي هو أن تخفيض سقف هذه المطالب وهذه الشروط ومحاولة العثور على نقاط مشتركة تقرب الأطراف. الآن العقبة الأساسية، وهنا أجيب طبعا على السؤال الذي طرحتيه، هي مسألة شرق أوكرانيا، موضوع القرم، موضوع الأقليات الروسية هناك، والوضع السياسي والقانوني لهذه المجموعات. برأيي هذه نقطة خلاف أساسية. نقطة ثانية في غاية الأهمية أنه الضمانات، من الذي سيقوم بالإشراف عليها عند حدوث أي تفاهم بين الجانبين؟ هذه الضمانات الآن كان في طرح نوقش كما تتابعين أنت أيضا أن تدخل مجموعة دول الخمس الدائمة العضوية في الأمم المتحدة إلى جانب تركيا وإلى جانب ألمانيا، سبع دول تكون ضامنة مشاركة في عملية الضمانات. سيناريو آخر أن تكون الدول الضامنة خارج هذه المجموعة، مجموعة من الدول الإقليمية الفاعلة في الملف أيضا، كان دائما لها موقف سياسة الحياد الإيجابي مثل تركيا تحديدا. والتركيز هنا ربما قد يكون في الساعات المقبلة إذا ما تقدمت عملية المفاوضات في إسطنبول على أن يكون هناك أيضا شراكة إسرائيلية، شراكة ربما قطرية، شراكة ربما إماراتية. الإمارات الآن هي التي تترأس مجلس الأمن الدولي في هذه الفترة كما تعرفين، والقطر كانها أكثر من محاولة، أكثر من جهد على مستوى الطرفين بشكل مباشر وعلى مستوى العلاقات مع اللاعبين المؤثرين في الملف الإقليمي والدولي. الآن أي سيناريو سيتقدم، لكن هذا سيكون مرتبط برغبة الطرفين بتخفيض سقف المطالب والشروط التي كررها باستمرار في الآونة الأخيرة.